في فلسطين، او خلينا نحكي الكلمه اللي ما بتعجبنا، عرب اسرائيل، حطها عرب اسرائيل، لانه وقاحتنا بالذات، انا بحكي لانه انا منه فيهن، وقاحه اخذنا بالاحتلال الاسرائيلي، اخذنا الوقاحه الاسرائيليه واخذنا كل شيء سيء منهم. اليوم في عندنا احنا صار في عندنا منظمات، عائلات، مافيا. بالامس صار حدث يعني، وهذا الاشي، هذا الاشي يعني امبارح انه هذا الاشي عم يتكرر، بس امبارح كان زي انه مصيبة في الناصرة، طخوا على بيت، قتلوا 2، التمت العالم، بعدين اجوا كمان مرة وطخوا قتلوا 5. أوه. فهمت؟ هاي العائلات هي عائلات، هي معروفة في الناصرة عائلات مافيا. فهمت كيف؟ وهاي الاشي، في خاوة اليوم، في عندك خاوة، في عندك سلاح. اليوم انت اليوم بتيجي واحد يعني انه ابن 15 سنة مع ام 16، هي البارودي للجيش. ايش هذا يعني، ايش هذا ايش البعد الثقافي الايديولوجي؟ شو بدك تحكي له هكذا هكذا تكلم زردشت؟ مش رح يفهم هذا عليك. هذا اللي هو لابسه باجره براسه، ما فيش تربية. فبالنسبة لي انت بتحكي هون على سلاح فالت في ايدين شباب وما في تربية، وللأسف هاي للأسف انه تركيبة المجتمع غلط، احنا تفكيرنا لليهودي غلط، علاقتنا مع اليهودي غلط، علاقتنا في داخلنا غلط، ما في عندنا امان وما في عندنا شرطة. اذا انت تروح الشرطة الاسرائيلية بقول لك انت صرت عميل وانت عم تعامل مع الشرطة الإسرائيلية. طيب يا عمي، طيب اعملوا إشي في داخل البلد. في الناصرة مثلا أنت عندك اليوم أكبر مدينة عربية، ملان مشاكل، كل يوم في عندك قتل، كل يوم في قتل بسبب السلاح موجود في عائلات. طب بوليس لا، إيه طب خلينا نعمل مثلا إحنا نجيب بوليس، نعمل بوليس منا فينا. لا في الآخر ليش؟ ليش؟ ليش ما بتقدروا تعملوا بوليس منكم فيكم؟ ما هو بتصير الفكرة، ما هو الفكرة بيجي لك تعيين القوميين، بقول لك انه هاي عملية تطبيعي. يعني انا مثلا من الشغلات، مثلا انا ضد الخدمة العسكرية. طب يا عمي في اعمل خدمة مدنية، انت عندك شباب بيطلعوا، اعمل مؤسسات يشتغلوا عندك في المؤسسات في القرى العربية اللي كنا انتماء للمؤسسة. قال لا، بيجي بقول لك انه هاي عملية تطبيعي. اقول لك يا اولاد الشرشوحة، ما انتم عايشين بالدولة، انت عم تدفعوا ضريبة من الدولة، عم تقدموا ضريبة بالدولة، هسه بتطلع على شغلات اللي هي تافهة. انت عندك شباب زي الورد، ما فيش عندك اطار اللي هو يضمهن. طب انت اعمل اطار، خليه يشتغلوا في البلد. الشاب لما بيطلع ابن 12 سنة بخلص صف 12، الاسرائيلي اليهودي شو بروح؟ بروح على الجيش، بيخدم في الجيش، بنطيه انتماء. هاي النقطة، بنطيه انتماء، احنا ما فينا انتماء، وين بيطلع؟ على الشارع. طب اعمل انت انتماء لك، انتماء لبلدك، لوطنك، لارضك. لا، هون بتفوت العنجهية الوطنية، بتعرف كيف المزايدات الوطنية انه لا هذا تطبيع، وهون بفوت عندك بعدين بتفوت هون، عفوا على الكلمة، نكاح الايديولوجيات ببعضها، بالاخر قاعدين الناس عم بتموت وناس ما في شيء. ما هو انت كيف بدك تحكي، كيف انت بدك تصل لنسيج زي النحل، وكل واحد عنده البطيخة تبعته، كل واحد بيفكر لك على 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 كيفه. يعني زي القيادات الفلسطينية، ما انت ذاكر الجبهة الشعبية وفتح وابو عمار ابو بطيخ. فهاي مشكلة، ما فيش توحيد داخلي، واي محاولة انك تعمل توحيد للداخلي بيجي بيقول لك انه هاي مؤامرة. طب يا عمي، طب ما احنا عارفين انه مؤامرة، ما احنا شايفينها. طب شو رايك انه نوقف المؤامرة؟ لا، هاي مؤامرة. زي الحمار يعني، بتقدرش تفهم انه انت كيف بالاخر، انه بين النزعة الدينية، بين النزعة القومية، وبين النزعات، ضاعت الامور، كل واحد بشد على الناحل. هذا السبب، صعب انك تجيب ناس اللي هي توجهاتها دينية. في عندك حركات اسلامية، في عندك حركات حزب الشيوعي بعد موجود العربي، في عندك اليوم حركات اللي هي بين بين، في عندك اليوم في عندك عرب اللي هو عرب اللي هن خلينا نقول هن مؤيدين لإسرائيل بشكل كامل يعني. فكيف
كيف بدك تحل هاي المشكلة؟ بعرفش كيف. هذا هو الاحتلال، هاي نكيس الاحتلال، هاي هي اللي بيسوي لك الاحتلال، هاي هي اسمه قلة الوعي الموجودة عند المواطن عربي إسرائيل، إنه ما مش قادرين يعرفوا إنه هذا غلط، إنه أنت لازم تعمل ميثاق، تحاول تعمل توحد، وهذا الإشي صعب إذا عم مجالس محلية لما يكون في انتخابات إلا في عندك يكون شهداء. شو شهيد؟ واحد أنت بدك تجيب واحد يدير مؤسسة اللي هي قرية، ليش تحول الموضوع لقومية ووطنية وشيء؟ أنت بدك واحد يجيب واحد يكون هذا، شو بدي الزلم إذا هو وطني ولا بطيخي؟ أنا بدي يكون متعلم إشي، بس ما بتزبط هاي الأمور. بعدين في عندك في القرى العربية في عندك لخة ثانية أو في عندك مصيبة ثانية، العائلية، ما هو برضه في عندك العائلية. ففي الانتخابات المحلية بتشوف إنه بخطب بعضهم بالعائليات، بخطب بعضهم. على سبيل المثال في قرية طرعان لحد اليوم كم شهيد صار، يعني من العائلتين، تعرف كيف؟ هذا بيستد وهذاك بيستد، هذا بيستد وهذاك بيستد، والناس قاعدة تتفرج. بيجي بقول لك هاي مؤامرة، شو مؤامرة؟ هذا عرف عشائري، هذا اسمه، هاي اسمها عقلية بدوية تعبانة. شو علاقة المحتل؟ شو علاقة اليهود؟ هاي احنا ومنا فينا. بس عمي سامي، ما زالنا ما بنقدر نعترف بأخطائنا، وما بنقدر نقول إنه إحنا غلط، فهمت كيف؟ وما بنقدر نطبق المثل الفلاحي لما قال له أبوي أنا بجبر المكسورة، قال له أبوي أنا بجبرها قبل ما تنكسر. الحكمة هون إنك أنت تفكر قبل ما تصير المشكلة، هيك الفلاحين. بس هذول صاروا بدو يا عمي، بدو إسرائيلية هذول، حفك منهم خلص. خلصت ال أخي جميل، في أخي صالح بطرح عليك السؤال التالي. هو تعرف أخي صالح فخر الدين من الجولان، حياتنا لك صديقنا صديقنا، بيسأل هل عرب 48 يعتبرون أنفسهم محتلين؟ هل العرب 48 يعتبروا أنفسهم محتلين؟ محتلين أو تحت احتلال؟ هون الكلمة لازم تكون واضحة، ايه إنه هل إحنا واقعين تحت احتلال أو إنه إحنا محتلين أو إحنا احتلال؟ يعني إحنا كنا احتلال الأندلس مثلا، بس شو السؤال بالضبط؟ هل إنه إحنا واقعين تحت احتلال؟ لا، يعني هل أنتم تعتبروا نفسكم جزء من دولة إسرائيل أم تعتبروا إسرائيل هي دولة محتلة لكم؟ أوكي، سؤال جدا جميل، وأول شيء تحياتي لعمي صالح، وتحياتي لكل المجدل، والسنة القادمة راح أجي أزورك ناكل أكل بالمجدل فوق. بس باجي على المهم، الأمر بتعلق إذا بتطلع عمي صالح، إذا إحنا بنيجي جيل الكبار بعدين، بعد هذا الشعور موجود، بس اليوم عند الجيل الجديد بالذات في القرى المختلطة، هاي الفكرة صارت انه انت اسرائيلي. يعني في كثير ناس، انا اليوم بحكي اجيال لهن شباب، هن بيقول لك انا اسرائيلي. اسرائيلي منين؟ من سخنين، انا اسرائيلي. يعني صار اليوم في تقبل انه احنا جزء من الدولة، احنا مش عزيز قلبي إميل، عندي سؤال. أنت بس. بتقول القرى المختلطة، ماذا تعني بالقرى المختلطة؟ عفوا، هي المدن المختلطة. يعني اذا اليوم بنحكي احنا الناصرة بالزمان كانت ناصرة، بس عمر حدها نتسارت عليه، اليوم صارت أكبر من الناصرة. واليوم كثير ناس صارت، يعني اليوم نتسارت عليه صارت هي قرية مختلطة بين عرب ويهود. حيفا تعد قرية مختلطة، حتى مدينة مختلطة. مختلطة. في عندنا كثير مدن اليوم اللي هي مختلطة، بهاي المدن المختلطة، حيفا، يافا، هناك بالذات هناك تقبل انه هن احنا اسرائيليه. لانه والرملي الرملي اللد هناك بتقدرش تعرف مين يهودي ومين عربي، لانه هناك انت الاغلبيه يهود وهن اقليه جدا جدا، لانهم زي كيف عندهم زي خليه من قطعين، لانه الشمال الجليل كله عرب، اما لتحت اقل. بس انا بحكي انه كل، انا كيف بشوف انه الجيل الجديد أقل تمسك بفكرة فلسطين، بفكرة إنه محت... إنه إنه بفكرة إنه إنه قضية إنه محتل.
انه هو خلص انا جزء من الدوله وبتحرك على هذا اساس الدوله، بيطلع بيمشي مع الباسبور الاسرائيلي، بيقول انه اسرائيلي، بيكتب في كل شيء وبقول انه اسرائيلي. نعم الاغلبيه انا الاغلبيه الشباب تتقبل الامر، بس انت ممكن تشوف انه بعض الشباب في الجامعات بنطوا ايحاء، بس للاسف لما انت تعيش بين مجتمع، انت راح تكون عاداتك وتقاليدك راح تاثر فيه، مع الوقت راح تتشرش اكثر، راح هاي العلاقه راح تدمج بطريقه معقده، مع الوقت راح ينتج شيء جديد. يعني حتى احنا في داخل 48 اللغه الفلسطينيه اليوم صار في عندنا مزيج اسمه يعني عربي اسرائيلي، يعني بحكي كلمات اليوم الشباب نصه عبري نصه عربي، وبتشوف كيف انه الكلمه بصير يحورها لكلمه العبري، يحولها تكون عربي اللي تركب مع الـ مع الـ مع الـ مع الكلمه العربي، فبتحس انه صار في عندك لغه جديده. كمان 100 سنه بصير في عندك لغه جديده، فهمت كيف؟ هاي اللغه الفلسطينيه تبعتنا راح تختفي، اللغه اللي انت عمي سامي اللي ان امك الله يرحمها هاي راح تختفي، راح تختفي. يعني انا تيجي تقول لي يعني صرار ومش صرار وتلم وهي راح تختفي، هاي راح تيجي كلمات اللي هي يهوديه. يعني انت اليوم بالفلاحه فلاحين بالجليل بتشوف انه بيستعمل صار يستعمل كلمات عبريه محل كلمات، فهمت كيف؟ اللي هي فلاحيه. فشوي شوي تتغير الامور. وعم صالح اذا بشوف يعني وممكن يوافقني، اذا بشوف بكبار بالعمر بشوف انه لهجتهم حتى لغتهم تختلف عن الشباب، حتى قضيه الانتماء مين انت، فهمت كيف؟ لان الكبار بالعمر عاش بجو ثاني. احنا يعني انا عشت اليوم الارض وعشت الحرب لبنان، فهمت كيف؟ فكنا عايشين، بس مع الوقت مع الوضع الاقتصادي لعرب 48 في داخل اسرائيل، الوضع الاقتصادي جيد جدا بالمقارنه مع كل الفلسطينيين في كل الدول العربيه. يعني هاي برضو هاي هي من الاشياء اللي هي يعني هي البارادوكس، يعني انت فلسطيني تحت محتل بس انت يعني عندك حريه احسن من فلسطيني عايش في دول عربيه. فهاي برضو الاشياء اللي هي برضو خلقت هوية خاصة عند تفضل أخي إميل، عندي سؤال. في أخي صالح حب يتدخل، لكن تفضل قبل ما أعطيه يتدخل أريد أن أطرح عليك سؤال. هنا في سويسرا يعتبرون الجيش وسيلة للاندماج بين المجموعات المختلفة، لأنه عندنا أربع جنسيات، فالجيش هو وسيلة للاندماج. هل ما هي نسبة الذين يعني يدخلون الجيش الإسرائيلي بين غير اليهود في إسرائيل؟ طيب خلينا بس بسرعة، يعني إذا بنيجي نحكي بالثمانينات، إذا بتسمع واحد يعني إحنا بنحكي في يعني إنه بدي يكون بوليس كان يحطوا عليه إكس. أجل التسعينات صرنا نشوف شباب شوي يروحوا على الجيش. اليوم بعرف إنه صار في كثير يعني في قرى عربية بيخدموا في الجيش أو في البوليس عادي. الإشي بطل يعني خلينا نحكي إنه كان بالأول إشي تابو، فهمت كيف؟ بس مع الوقت الاشي يتغير. اليوم في كثير اليوم عندك بروحوا بخدموا بسووها هي خدمة عسكرية او الشروط الأمي اللي هو بيعملوا خدمة مدنية، بخدموا يعني بدل يروحوا على الجيش بخدموا بالمستشفيات الإسرائيلية، بدل ما نجيب يخدموا عندنا بالمستشفيات العرب، لا عقلنا غلط. فمع الوقت الاشي عم بيزيد بكثير. يعني انا بحكي اليوم مثلا في قرى زي عراب سخنين دير حنا اللي هي مثلث يوم الارض، انت اليوم في عندك نسبه في عندك كثير شباب اللي هن بالجيش من هاي من القرى اللي هي كانت تمثل معقل يوم الارض، اللي هي عملت اهم ثوره ناجحه في تاريخ فلسطين، هي الثوره الوحيده اللي نجحت، فهمت كيف؟ بس مع الوقت مع العقليه مع انه انت انه اذا فت على الجيش ممكن يطلع لك امتيازات او تعليم او شغلات زي هيك، وبرضه انه انخراط، هي عمليه انخراط بطيء. وبالاخر بعد 50 سنه فلسطين، وهي الفكره في داخل اسرائيل مفكش راي
فكرة فلسطين التاريخية للأسف للأسف في ظل التطور اللي احنا عم نشوفه هي في الزوال. قديش احنا بنحاول بس الواقع بيقول هيك. اذا انا بطلع من الثمانين سنة، انا بطلع انا سنة 1980 لليوم، انا بشوف قديش الزخم قل، بشوف قديش احنا عملنا اغلاط، بشوف انه كيف انه بالعكس احنا عم نتشرش اكثر في داخل اسرائيل. يعني احنا عم نفقد هويتنا في داخل اسرائيل، وهذا اشي اذا بتيجي تحكي مع العرب غاد بقول لك لا هذا كذب، لان ما بيشوفوا، انت ما بيشوف انه لغتك الفلسطينية عم تختفي، ما بيشوف انه انت تفكيرك وقاحتك هي صارت وقاحة اسرائيلية اللي هي خوتسباي اسرائيلية، ما بيشوفك انه كيف انت طريقتك اسلوبك هذا اختفى. طب انا عندي سؤال اخي، هل اسرائيل تشجع العرب داخل اسرائيل ان يلتحقوا بالجيش؟ في الفترة الأخيرة في الماضي كان يحاولوا إنه يدخلوهن أكثر، بس بتعرف ظلت في الماضي ظلت هاي العلاقة اللي هي فيها نفور، يعني ظل في عندك هاي. بس اليوم يعني في الماضي كان يحاول، بس اليوم صار إشي عادي، يعني بطل إنه هني يحاول يشجع الإشي، صار إشي طبيعي. يعني الإشي إنه ابن عمه فات، والله ابن عمه بالجيش، أخذ ابن عمه، هيك صارت. فهمت علي؟ يعني الإشي صار إنه خلص عادي، تحول إلى إشي عادي. هل دخول الجيش الإسرائيلي كعامل اندماج مثلا هو أكثر بين الطوائف المسيحية أم الإسلامية أم الدرزية؟ الكمية أول شيء الدروز هن الحكم إجباري اللي هي الخدمة اللي نظبط حكينا الموحدين بسبب قوانين بسبب قانون تاريخي هن تم إلزامهم بالخدمة العسكرية، هن ملزمين، فحط الموحدين على جنب بسبب خطأ تاريخي هن على جنب. بس إذا نيجي إحنا كنسب الأغلبية البدو بيخدموا بالجيش، الأغلبية الساحقة. بعدين بتشوف اليوم نسبة مسيحيين أكثر، مع إنه اليوم بطل تفرق يعني مسيحة أم تلاقي، صار تلاقي اليوم أنا بحكي اليوم في قرية عرب أو سخنين ذي حنا صار فيها في الجيش، أصبح هذا الموضوع تخطى كيف تخطى الدين وتخطى الإشي، الإشي صار طبيعي. خليني أقول لك يعني صار الإشي إنه أنا اليوم ابني بالجيش، واحد يقول والله ابنه بيخدم الجيش، زمان كانت عار، الاشي صار طبيعي، فهاي مؤشر بدل على اشي. كم نسبة اللي بيلتحقوا بالجيش وبين والنسبة اللي ما بيلتحقوا بالجيش الإسرائيلي من غير اليهود؟ ما عنديش احصاء، بس كمان مرة حط الدروز على جنب لانه هني مجبرين كثير. ليش مجبرين؟ أنت قلت خطأ تاريخي، ماذا تعني بخطأ تاريخي؟ ممكن في جبر، شو كان اسمه، جبر المعدة، صح جبر المعدة بدون ذكر، بدون في مع قيامة الدولة، مع قيام الدولة خلينا نقول المشايخ الموحدين وافقوا على قرار بالكنيست الإسرائيلي على فرض الخدمة العسكرية الإجبارية. هذا الإشي كان إذا مش غلطان كان 1951، فهمت كيف؟ فبتأثير، خلينا نحكي شوي بهذيك الفترة، إذا أنت تيجي تحكي على شيوخ في هذيك الفترة، يعني كان تفكير إن كحماية، ما أخذوا الإشي لفترة لمدى بعيد، بس عملياً صار في قانون، وهذا القانون صار إلزامي، يعني كل إنسان اللي هو من طائفة الموحدين في إسرائيل أو ما يعرف في 48 هو ملزم بالخدمة العسكرية زيه زي اليهودي، هذا القانون. أما هل تظن أنهم سوف يعمموا هذا الإلزام على غير الموحدين؟ لا ما 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 فيش لا ما ما فيش ثقة، بظل في عندك هاي المشكلة إنه لحد اليوم ما في ثقة بين اليهودي والعربي في داخل إسرائيل، ما في ثقة. طب أنا عندي سؤال أخي إيميل، أنت تعرف أن قبل 67 كانت يعني الجنسية الإسرائيلية يعني تعطى فقط لليهودي، وغير اليهودي يعني كان عليه تحفظات ومثل هيك، وبعدين
يعني ما يقدرش يتنقل اليهودي من غير اليهودي من منطقة إلى منطقة خلافا لليهود. وبعد 67 تم إدماج العرب بالمجتمع الإسرائيلي، بينما في الضفة الغربية بطبيعة الحال هؤلاء لم يدمجوا كما دمج العرب داخل إسرائيل. هل تظن أن مستقبلا سيتم دمج عرب الضفة الغربية بإسرائيل؟ لا ما انت شو بسموها هاي الستاتوس ستاتوس كو. لا الفكرة هي التعدد السكاني، وهي مشكلة نعم لإسرائيل. خلينا نحكي هيك، أنا اليوم نضيف الضفة الغربية على إسرائيل، نعم عملنا بشكل أوتوماتيكي عدد العرب راح يكونوا أكثر من عدد اليهود. نعم يعني انت عمليا هيك ممكن بكره اليهود يتحدوا ويعملوا حكومه ويسقطوا يعملوا حكومه ويضرب اليهود، فهمت كيف؟ فهاي هاي هاجس عند اليهود، ها هاي مشكله ثانيه عند اليهود. بقول لك احنا دوله ديمقراطيه، اذا احنا فانه يصير عمليه ضم، لا ممكن يصير فيدراليه، هاي الحل الوحيد. لانه اسرائيل عندها خوف بالنسبه لعدد سكانها، لانه اذا كمان مرة إذا بتضيف الضفة الغربية بشكل أوتوماتيكي إحنا الأكثر العرب يعني، فلا نعم فبفكر إنه الحل الوحيد هو يكون هناك علاقة فيدرالية لا أكثر أقل، زيها ولاية بس هيك، ما فيش في قانون عايش. وهل تظن أنهم سيعملون بمبدأ المساواة بين مواطني الكونفدرالية الفلسطينية الإسرائيلية، أم أنهم سيبقوا يعاملوا غير اليهود في الضفة الغربية معاملة الأبرتايد، التمييز العنصري؟ والله شفت اقول لك على حاله يعني، هاي كيف اخر مره حكيت مع الله بقول لك انه الوضع راح يضل هيك، لان هذا الشعب ابن كلب، شو تتوقع منه يا زلمه؟ شعب عنصري، دين عنصري، يعني شو دين مبني، الله دشر كل الكون تبعه وبنى دين دشر، يعني شعب الله المختار، ما هو كل الفكره هي مبنيه على اساس عنصري، فهمت علي؟ فما ايوه بفكرش انه يعني حتى ولو انه انت عندك نظرة كراهية ضد الاخر حتى لو كان في فيدرالية، فعمليا دائما انت تحاول تدور على طريقة انك تظلك انت القوة الاعلى، فهمت كيف؟ فهمت اسرائيل بتظلها هي القوة الاعلى، لانه هي منطقيا هي القوة الاعلى، هي تملك القوة، فهمت كيف؟ بس احنا نملك شيء اخر اسمه العقل، بس العقل زينة. كيف بدك تقول لي امي؟ كانت امي كانت تقول لي دائما والله العقل زينة، بس الله الله حرمك من زينة العقل. ايه، تسمح لي اعطي الكلام لاخي يلا صالح صالح فخر الدين. تفضل اخي صالح، الكلام لك. بس طولنا عليك. مساء الخير. مساء سلام. الخير اميل، مساء الخير استاذ ايوه سامي، ومش عارف في كمان ضيف مش مكتوب اسم. اختنا الجزائريه اللي تكلمت بالاول، تفضل. تشرفنا والمتابعين جميعا. انا اقول الاخ اميل ابو ميلاد هو من عرب 48، وهو أحد أفراد هذه الفئة، وهو مغلوب على أمره مثل بقية الفئة، و يعني شعرت أنه ارتبك في الإجابة على الأسئلة، وكانت هناك مواضيع ثقيلة يعني، وفعلا هو سماها بارادوكس. أنا أحترم رأيه طبعا وبقدر وضعهم. فهني مثلا يا أخي بدهم يعرفوا حالهم، يبدو أنه ناقص الهوية، ناقصة، موجود شيء مش معروف مش واضح. لما بقول أنا عن نفسي مثلا، هم يعني عربي إسرائيلي، وين بتنصرف هاي؟ مين بده يفهمها؟ فرجعوا غيروا مثلا، لما بيروحوا على الدول العربية بيسموا حالهم نحن عرب 48. وين هاي دولة عرب 48؟ في دولة يعني ولها سفارات ولها بالأمم المتحدة، يعني عضو بالأمم المتحدة ومعترف فيها، شو عرب 48؟ ولما بنسأل، عضو كنيسة، عضو برلمان إسرائيلي مثلا اللي بيمارس وظيفة رسمية، ما بيقدر يقول لك نحن محتلين. أنا سألت السؤال إيميل على الشات، وما حدد يعني بالضبط.
ما بيقدر يقول لك أنا نحن محتلين، اللي بيقول لك نحن جزء من الدولة، أنا عربي إسرائيلي بقول لك شيء. هيك هيك التعريف الرسمي. وهذا بارادوكس. والحل الحل بس موجود عند سامي الدين، مثل مش مثل ما عم بيقول دولة فدرالية، يعني العرب بيعملوا دويلي واليهود دويلي. والحل هو دولة علمانية، دولة لكل مواطنيها، وليس الدين، وليس الدين اليهودي دين الدولي ولا الدين الإسلامي دين. وهذا هو الحل الوحيد اللي بيحل مشكلة عرب 48 وبيحل مشكلة المتدينين. حتى المتدينين بيصيروا يفهموا وزنهم بالنسبة لهم. اليوم المتدينين اليهود كثير متشددين وبيهاجموا العرب بدون سبب وبيساووا حوادث هون، والدولة مش فيها اليوم تهديهم. يعني الوضع بحاجة لحل جذري، وكل الوقت اللي هيك ما في حل. والمشاكل اللي عم بتصير بين الناس واللي جاب سيرتها في الجريمة المنظمة ما بنعرف، يعني ما في إثبات بيقول إنه هاي الدولة وراها. هاي الدولة فقدت السيطرة، أما هذا شيء واضح، الدولة فقدت السيطرة. 5 أشخاص يروحوا بمكان واحد بعملية إطلاق نار، هذا شيء فعلا صعب، صعب الواحد حتى. فأنا أقول أنه لا يوجد هوية واضحة لعرب 48 أو عرب إسرائيل، وهذه هي المشكلة، وهذه ليس لها حل، سوف يبقون هكذا. يعني العربي اللي بيروح على دول الخليج، اليهودي عنده هوية واضحة أكثر منه. اليهودي اللي احترم بدول الخليج اللي عنده سلام معها إسرائيل بيعرفوا يهودي، بيعرفوا جنسيته إسرائيل. أما تروح على دول الخليج وتقول لهم أنا عربي إسرائيلي، هاي مش واضح. بحاجة لتحديد هذه الهوية، وهذه الهوية تتحددش غير بس بهذه الطريقة. تكون دولة علمانية، ليش؟ لأن فيها كثير قوميات وفيها كثير طوائف وفيها كثير أجانب وبيحملوا الجنسية الإسرائيلية. تحياتي لكم، وأنا بحترم الأخ أمير، يعني أنا مش جاي ضده، العكس أنا يعني اشفقت عليه كيف علق بالأسئلة مع الأستاذ سامي يعني بالوضع هذا. أنا في الحقيقة سألت الأسئلة لأنه هو اللي طرح مشكلة اللي بيحدث في الناصرة. كما تعلمون إلي 20 يوم أنا لا أتابع أبدا الأخبار، يعني هو هذا الخبر أنا استلمت منه، أكيد موجود في الأخبار العامة، لكن أنا لم أسمع أي خبر منذ 20 يوم، ما عندي أي خبر باللي صير. فقلت بالحالة هاي أنا أسأله ماذا يحدث داخل هذه الدولة. طب أنا عندي سؤال إلي أخي صالح، ما هو موقف إخواننا في الجولان؟ هل هم يعتبرون نفسهم محتلون، خاصة أن إسرائيل تعتبر الجولان يعني مضموما لإسرائيل؟ الجولان عنده هوية، الجولان عنده هوية. أهل الجولان يعتبرون أنفسهم سوريون محتلون من قبل إسرائيل، وأرضهم محتلة، هذا واضح. لكن إسرائيل ألم تضم الجولان إلى إسرائيل؟ ضمت، وضعت القانون المدني وضمت محيطها، نعم. هي بقرار من بقانون بالكنيسة إنه إحلال القانون المدني على هضبة الجولان، صحيح. ولكن ليست دول، مش كل الدول اعترفت بهذا القانون. في دول كثير عم بتطالب إسرائيل تتنازل عنه، إنه هاي أرض سورية مش أرض إسرائيل. طب أنا بدي عندي سؤال أخي صالح، لنفرض أهل الجولان يعني هل يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية جميعهم؟ نعم، كل واحد بيقدم طلب الجنسية الإسرائيلية بيحصل عليها. يعني بداية كانت شجعت إسرائيل السكان إنهم يطلبوا هاي الجنسية لأغراض سياسية، ربما من شان إذا صار استفتاء أو إذا صار انتخابات أو أي شيء. وبعدين في سياسة يعني واضحة على تذويب الهوية هاي. مثلا نحن عندنا دروز موجودين في الجليل والكرمل.
نحن نذوب في هذه الطائفة، يعني نصير مثلهم بكل بالحقوق والواجبات ربما هكذا. وبالنسبة لربما يعني الهدف النهائي من هذا الموضوع التذويب حتى المجتمع العربي. أنا بشوف مثلا أهل القدس، القدس أيضا حلوا على القدس الشرقية أيضا القانون المدني مثل الجولان، لكن ما عطوهمش الجنسية. ما عطوهم الجنسية، عطوهم إقامة، هوية زرقاء مثل الهوية اللي موجودة مع الإسرائيليين، وبيستطيعوا بهذه الهوية أنهم يتجولوا في كل إسرائيل ويشتغلوا في كل إنحاء إسرائيل. هل بس لا يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية أم لا؟ ويحق لهم بطلب يطلبوا الجنسية الإسرائيلية، ولكن في هناك إجراءات يعني أكثر تدقيق بالنسبة لوضعهم، بدهم يتأكدوا منه أنه مسالم، أنه يعني غير مشاكس، غير ما عنده مشاكل، ما عنده ماضي سيء، وهل معنى هذا يعني من وجهة نظر؟ نعم نعم، شكرا أخي صالح أعرف. أخي إيميل يريد الرد، تفضل أخي إيميل، رد، تفضل أخي إيميل. أخي إيميل الكلام لك، تفضل افتح الميكروفون. تحياتي عمي صالح. للجولان هناك هوية، وهي طبعا أنا كنت شاهد عنها وتحدثت عنها في جنازة رفيق زياد وغيرك، أنه كنت في الجولان وبعرف قديش الجولان كجولان قديش هو وطني. وأيضا جغرافية الجولان تختلف عن 48. هل إحنا كعين 48 عندنا هوية؟ هل في عندنا إحنا هوية؟ في عندنا خلل، في عندنا خلل بسبب كثير عوامل. خلل لعمره 80 سنة، عدم وحدة، تنازعات، واليوم مع الجيل الجديد صار في تقبل على انه هاي دولته، هي دولة اسرائيل. انا بدي احكي انا كابو ميلاد، انا فلاح، انا انتماء الى الارض، انا بسافر بعرفش كم كيلو اجي انه اشوف فلاح مجنون زيي. هاي ابو عمي سامي، طبعا محترامي له، مش مجنون بس محبة. هاي انتمائي انا للارض، انا لانه فلحت في الارض، اشتغلت مع جدي في الارض، فعندي هذا الانتماء، انا بعرف مين انا. بس لما انا بدي اجي احكي واقول الحقيقة، لازم احكي الحقيقة. اذا انت اليوم بتجيب واحد من 48 او عضو كنيسة بتحكي معه، بدي يحاول يظهر لك الاشي بطريقة، تعرف يعني بطريقة انه هذا اليهود هيك عملوا فينا، ودائما بدك تحاول انه يعلق اخطائنا على الاخرين. صعب انك تلاقي انسان يقول انه الغلط منا وفينا، فشلنا هو داخلي مش خارجي. نعم اليهودي وحاول عم بيحاول انه يفرقنا، بس يا عمي في اشياء في داخل القرى العربيه هي ملك إلنا، احنا بنقدر نسيطر عليها. وعمي صالح انت بتسمع وانت بتشوف الاوضاع في القرى العربيه، شو علاقه بقول لك في مؤامره؟ طب شو في علاقه مؤامره؟ هاي صراعات عائليه. واليوم في عندك عائلات اليوم صار في عندها سلاح وتحولت لعائلات مافيا، هذا إيش موجود. اللي صار في الناصره هو زي انه زي قنبله فقعت. الناس اليوم شو بيصير؟ الناس رح تبكي على الموضوع، وبكرة ترجع حليمة عادتها القديمة. هيك راح يصير، احنا ما بنتعلم، لانه ما في عنا الميكانيزم انه نعمل حساب ذاتي ونقول انه احنا غلط في الاساس، لانه الحل بدأ من الداخل مش من الخارج. ولا مرة حل اي مشكلة بيبدأ من الداخل وليس من الخارج. احنا اليوم انتمائنا كعرب 48 خلينا نكون صالحين. نعم الزهوت او هي يعني هي ذائل القوميه مهشمه محطمه لابعد حدود. فيش عندنا اليوم بيجي يقول انا فلسطيني من 48، شو يعني؟ عرف لي شو انت فلسطيني، عرف لي شو انت فلسطيني، كيف انت معك لفلسطين، كيف هو، ايش بتعمل لفلسطين؟ هل انت بتطلع بتحكي، بتطلع بتكتب، هل عم نعمل إشي؟ هل انت بتروح بتنظف بلدك ارضك؟
بدون ما تطلع على الفيسبوك تعمل شو اليوم عمي سامين بتطلع عم شو بيساوي فلسطيني ابن 66 فلسطيني لانه عم بيعمل هو مش متطلع هو مش عم بيستنى بس هاي المشكله انه احنا مع الوقت اخذنا العقليه الاسرائيليه اللي هي الوقاحه الاسرائيليه اليوم الشاب بجيب شاب من 48 بتحطه امامك بجيب شاب فلسطيني من الضفه وبجيب شاب من الاردن انا دغري بس اشوفه بعرف انه هذا اسرائيلي حتى لو كان عربي لغته اسلوبه عقليته تغيرت الماده صافي عنا انه احنا من 48 انه برضه في هاي النعره هاي شفت الذات بسبب انه وضعنا الاقتصادي احسن من دول حوالينا هاي برضه موجوده اللي هي نابعه برضه من العنصريه في دخلنا في القرى العربيه في كثير عنصريه في كثير مشاكل في كثير مصايب اللي بسبب النسيج الاجتماعي ما بنحكي عنها فلهذا السبب في دخلنا من برا مبين انه احنا صامدين نطلع نعمل قوميه وطنيين بس في داخلنا احنا محطمين لابعد حدود بسبب انه ما بنحكي ما بنقول الصح وما في عندنا القدره انه الانسان يطلع ويقول الكلمه الصح يقول انه هذا الغلط يقول انه هذا غلط انا حكيت انه هذا غلط حرمت من اهلي بتسالني شو 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 يعني انا اليوم بقدرش اجي على الارض اللي انا فلحت فيها مع جدي طب شو يعني فلسطيني شو هي قوميتي فهمت كيف مع هذا فلسطينيتي هي الفتره هي الارض اللي اكلت فيها مع جدي هي ارضي هاي وانا صغير هاي نصحت فيه هاي سابق انك تطلعها وتكون يعني مستقله عن جسدي بس هاي التجربه انا عشتها اليوم جديد الجيل الجديد ما بيعيش هاي التجربه عايش تجربته مع اليهودي فلذا في خلل وهذا الخلل رح يستمر في لغتنا وممكن عمي صالح اذا بتجيب انت اليوم شباب من 48 جيب بلاش من جيب مثلا شباب من مجدل عفوا من اخوتنا من بيت جان او حرفيش او عسفيا او دالت الكرمل من الموحدين عمي صالح السؤال انت بس تحكي معه شاب مش بتلاقي صعوبة انك تحكي معه نص كلامه عبري صح ولا لا عشان تسمعني عمي صالح طبعا دخلت الثقافة هاي شيء معروف يعني بيدخلوا كلمات عبري مع العربي حتى لدرجة انه لما بيسافروا على دول عربية ما بينفهم عليهم كيف بيحكوا بيقول لك بسادر وبيقول لك حكي اللي بالكلمات اللي مش واضحة هاي بس هاي مشكلة ثانية مش هاي هي المشكلة مثلا انه الهوية مش اللغة مثلا يا اخي في قانون التجنيد الاجباري شمل الدروز والشركس وما بياخذوا راتب يعني 3 سنين ولكن التطوع مفتوح امام كل باقي من بدو ومسيحيين وصنة وبتجدهم موجودين بيروحوا على الخدمة المدنية اذا مش على الجيش على البوليس اذا مش على البوليس على حرس الحدود اذا مش على حرس الحدود بخدمة مدنية ثانية بيقوموا بالواجب الوطني يعني هني براتب ضمن راتب بما يسمى العمل التطوعي بس هذا شو بيعطيهم شو بيفسح لهم المجال بيفسح لهم المجال انهم مثلا يتوظفوا انهم يمارسوا اعمال مثلا حكومية وفي يعني من شان المعيشة الهدف تبعها المعيشة وإسرائيل مكيفة على الشيء إنه هاد وسيلة من شان تذويب هاي الفئة داخل المجتمع الإسرائيلي يعني بصير عندها مجتمع إسرائيلي هيك بنسيج معين يبطل فيه عرب ها عربي ويهودي وكذا بالمستقبل البعيد البعيد المستقبل البعيد البعيد اليهود مش عم يفكروا إنه يعملوها يعني يهودية بحتة يعملوها كيف ما كان يعني الناس تعرف تعيش مع بعض بهالمعنى وشكرا شكرا اخي صالح شكرا اخي تفضل اخي ايميل تفضل قضية اللغة هي جزء من الانتماء لما انت بتفقد لغتك انت بتفقد كثير شغلات يعني اليوم لما انا مثلا تراثي كفلاح
لما اشتغل مع جدي بالفلاحة، هاي تراث، هذا راح يختفي. واللغة هي عامل أساسي، هي عامل أساس الانتماء. شوي شوي إذا أنت فقدت لغتك، إيه، وبدون أساس هويتك راح تختفي بشكل مطلق. بالآخر أنا بفكر إنه في الآخر إحنا راح نذوب في داخل المجتمع الإسرائيلي ونكون جزء منه. هاي قضية. تفضل. أخي إيميل، أنت بتتكلم عن ذوبان العربي داخل إسرائيل بالهوية الإسرائيلية، هل هناك ذوبان عكسي، يعني ذوبان يهودي أو إسرائيلي داخل الهوية العربية، أو يعني تخفيف من حدة الانتماء اليهودي؟ في اليوم عندك، في اليوم انه خلينا نحكي انه في تزاوج، خلينا نحكي على يعني الاشياء اللي هي، هل هناك في تزاوج بين يهودي وعرب؟ في، يعني بتلاقي انه يهودي بيتزوج عربي، وهي ان دلت على شيء تدل على انه في انخراط. فهم كيف؟ اليوم في كثير عندك، اليوم صارت تلاقي يعني انه في عندك يهوديات بيعيشوا في قرى عربيه، تجوزوا شيء. فهم كيف؟ ففي انه برضه انه اليوم بتشوف يهود انهم بيطلعوا بيعيشوا في قرى عربيه. يعني انه مع الوقت هذا النسيج اللي موجود بنسميه احنا اسرائيل 48، هذا بدي يدخل، بده يصير نسيج واحد مع الوقت. قضية لأنه عمي صالح حكى هون نقطة، إنه ما في عندنا زهود، لو نحكي على كلمة زهود اللي هي انتماء أو هوية، ما في عندنا هوية. ممكن يوم تشوف بيقول لك شاب أنا فلسطيني وأنا، بس يا عمي كيف أنت الهوية بتبنيها؟ بتبنيها بشكل فعلي. عمي صالح لما انا بطلع على الجولان بشوف الختيارية قاعدين وبساتين التفاح وكرز بيشتغلوا، بشوف انه بجيب معهم اولادهم بيشتغلوا، هاي انتماء للارض، هاي انتماء. بس اليوم انت ما في عندك هاي الاشي. انا كان عندي نعمة، وانا عندي اشتغلت وفلحت في الارض، هاي انت ما انتماء. فهم كيف؟ لما اجيت وساعدتك شوي بارضك، هاي انت ما انتماء للبوكس تبعي بعد ما تذكره، هاي مسبار جحا. فهمت علي؟ فهاي يوم بيجي الانتماء. هذا الانتماء انت بتعمله، كيف بتعمله؟ انه انت بتربي ابنك، بتقول له هاي الارض، حب الارض. لما هاي النسيج بنكسر، اصبح منين يجي الانتماء؟ الانتماء هو مجرد انه انا اقول فلسطيني واطلع اصيح واعمل جعجعه على الفيسبوك، ولا هو الانتماء فعلي اجى عبر انك انت تتمرمغ بتراب الارض، تحب الارض، تنظف الارض اللي عليها. هاي هيك اذا انا هاي الشيء مش موجود عندي، انا بقول انا مستحيل اقول انا فلسطيني. لهذا السبب انا بفتخر انه انا فلسطيني من ارض الجليل، فلاح، وفلحت بارض البطوف لسنين، اهل البطوف. وهذا الاشي انطاني قوه. ولهذا السبب بقول دائما انه احنا الفلاحين انتمائنا للارض. بس لما انه اليوم الناس بعدت عن الارض، فقدت هويتها للاسف. واللي بحكي عمي صالح بتفق معاه، لانه احنا بالفعل بالذات في الداخل، نسيجنا في الداخل 48، احنا نسيج مدمر، بس نحاول نختفي لانه احنا ما بنحب نحكي عن فضايحنا، بس مدمر وبعاني من كثير مشاكل نابعه. اول شيء نابعها من عدم، نابعه بسبب العائليات ومشاكل العائليات، العقليه العربيه المعفنه بالنسبه للصراعات. وشغله ثانيه انه فقدنا هويتنا، فقدنا مين احنا، فقدنا الإشي اللي بيجمعنا هو الأرض، فقدنا. ناس بعدت عن الأرض، اليوم صارت الناس بتبيع أراضي في سهل البطوف، بعرف كثير ناس عم بتبيع للأسف. بقول لك ببيع أرض، بروح بشتري لي بيت. الأرض بطلت هوية. فهمت كيف؟ الله يكون بالعون. الله شو لك. اوكي عزيزي، في اخي بشوار حاب يتدخل، تفضل اخي بشوار، تفضل عزيز قلبي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. مساء الخير خي الفاضل، تفضل. مشتاق لكم، واريد ان اشكر كل المتداخلين والمتداخلات. نسيتوا هذه المرأة الجزائرية او البنت الجزائرية اللطيفة الشجاعة. راه يعني عندي ملاحظة في المجتمعات المتخلفة العربية الإسلامية، لا يعتبرون المرأة والأنثى ندا لهم، وتعتبر
قد وصفتها يعني يعتبرونها كأنها يعني سروال، يعني خلع سرواله وبيمشي في الشارع هكذا، لأنه يعتبرها جزءا منه وهي مستقلة. هذا من جهة. وما دام هذه الدول والمجتمعات لا تعطي الحقوق يعني والمساواة بين الرجل والمرأة لا يمكن أن يتقدموا. من جهة أخرى أنتقل إلى فلسطين والفلسطينيين، يعني طبعا يعني ما في شك أنهم يعني عانوا ويعانون يوميا وكذا، وهم يعني لو رأينا مثلا غير يعني خلي الفلسطينيين تبع الداخل تبع الخارج الضفة الغربية، يا أخي الفلسطينيين منقسمون إلى الشعب ويعني ملايين، يعني هذا جبهة شعبية هذا وهم قليلون، كل واحد عامل له فرقة ويحاول أن يعني أنا عندي اقتراح لحل المشكلة، وطبعاً دكتور سامي عنده هذا الاقتراح أنه يعني المواطنة وتكون يعني العلمانية. ما في علمانية، ما تحتاجه فلسطين واليهود هو نبي بالكلاشينكوف ليجمع الجميع ويضع حداً للتفوق هذا وهذا، تعيش بسلام ووئام تحت الكلاشينكوف تبع النبي الذي سننتظره. وآسف على إزعاجكم وأسمحوا لي على هذا التدخل. نعم أخي بوشوار، أنت تتكلم عن نبي بالكلاشينكوف، يعني هل هناك أمل أن يأتينا نبي مثل ذلك الذي تتكلم عنه، أم فقط هي مجرد يعني آمال؟ ودكتور أنت ما فلحت يا أخي، أنت نبي يعني peaceful، لا يمكن أن تفلح، بعدها قوة، وهذه القوة اللي تجمع وتضع حداً للتجاوزات واللا عقلانية من أي جهة كانت. بدون هذا لا يمكن يعني أنه ستصير يعني هذه العمليات يعني الراد. كيف بدنا نعمل مع شعب الله المختار يا أخي؟ شنو هذا شعب الله المختار؟ طيب لتكون جميع الشعوب مختارة من الله، لكن لن يعني يستطيع أحد أن يجمعها إلا بالقوة. ولا تنسى يا دكتور يعني كاتبنا الجليل ومفكرنا ابن خلدون، لا يتولى امر أمة إلا من تغلب عليها. بس يا دكتور، ولك يعني المايك. شكرا. شكرا يا أخي، شكرا يا أخي. أنا لا أجد أننا سوف نصل نوجد مثل هذا الشخص الذي تتكلم عنه، يعني ربما تنتهي الحياة دون أن نصل إلى شخصية مثل اللي تتكلم عنه. ماذا صحيح. يبقى ماذا يبقى إذن؟ نبقي الأمور على ما هي. أنا يعني تعرف أنا قطعت مثلا نفسي عن الأخبار بالتمام، فكرت في الأمر إلى 20 يوم ما بسمع أبدا الأخبار. قلت في عقلي الأمر الآتي وأريد أن أطرحه عليك. أنا قلت أولا القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ده بدوش أكثر من 7 دقائق لحله. صحيح. بلا ما كيش حاجة أكثر من 7 دقائق. طيب هل بدهم حلوا؟ لا ما بدهم حلوا، ما بدهم حلوا لا هذا ولا ذاك، الاثنين أولاد عرصات مثل ما بيقولوا عندنا. المعذرة الكريمة. اسمح لي يا دكتور. اسمح لي خليني أكمل بعدين. أنا ما قطعتك. اسمح لي. إيه فأنا بقول هدول وهدول أولاد عرصات، بعيد عنك بعيد عنك. إيه اثنين أولاد قحبات، هدول وهدول أولاد، اعذروني على الكلمة، أنا لا أجد كلمة أفضل من ذلك. لا هذول عايزين يعيشوا ولا هذاك عايزين يعيشوا بالمساواة. هذا نعم. عامل لي لا تقاطعني، هذا يقول لي دستور إسلام دين الدولة، هذا يقول يهودية دين الدولة.
طب انت اولاد كحبات بعيد عنك، المعذر على اللي اذانه يعني ناعمه كثير، انا لا اجد كلمه غير ذلك. هذول وهذول اولاد كحبات، فانا بقول مع اولاد الكحبات هذول ما فيش حل، خلي اولاد الكحبات يبلشوا بعضهم حتى يصير فيهم اللي يصير، فهم علي؟ وخليني انا مرتاح خلاص. انتوا لما تبطلوا تصيروا اولاد كحبات، لما تبطلوا تصيروا اولاد كحبات حتجدوا الحل، هم محتاجين مشاكل. لكن ما دام انتوا الطرف هذا والطرف هذول اولاد كحبات، خليهم على حالهم، خليهم برشنين بعضهم. يعني مش عارف اجد كلمه اخرى اللي تناسب حقيقه وصف الجهتين. انا لما اشوف الفلسطيني واضع لي دستور اسلام دينه الدوله بقول له ايه ده، ونشوف اليهودي يقول لي ده انا شعب الله المختار وهي دوله يهوديه، كل شو هذا؟ ده انت وانت اولاد كحبات. المعذره على الكلمه، انا اعرف انه منكم حيزعلوا مني ليه بستعمل عبارات مثل هيك. انا اصلي فلاحي وانا اقول لك الكلمه كما هي، هذا وهذاك اولاد كحبات، لا هذا عايز يجد حل ولا هذاك عايز يجد حل. طب خلص وانا اسمع اخبارك، اعذرني لا تقاطعني، أعطيك الكلام، أعطيك الكلام. إحنا تعودنا في القناة لا نقاطع بعضنا. فأنا بقول أنتوا الحل موجود، مش عايزينه خليكم كما هم، فمش عايز أخباركم. الكلام إليك أخي الفاضل بوشوار. طيب يا دكتور أنا بختلف معك، أنت أعطيتهم 7 دقائق، أنا بعطيهم دقيقة واحدة. فضل. انتهوا من هذا الكلام الفاضي خلاص، ونتبع ما نراه في العالم وحقوق الإنسان والمنظومة العالمية لهذا خلاص. You agree you don't agree، مع السلامة. فلذلك يا دكتور يعني هذا النبي تبع الكلاشينكوف هو الحل. ايه منيح، ايه خلص. اذا بتلكي لنا اياه، اذا بتلكي لنا اياه ابعث لنا اياه. قبل ان اذهب لو سمحت عمي سامي، اخي ايميل عايز يتكلم. تفضل اخي ايميل، تفضل. أوكي. عزيز قلبي اخي ايميل تفضل قبل ما تذهب، تفضل. طيب هيك هاي رساله من الله بقول لها الشعب الامريكي، بقول لهم انتوا بتقولوا God bless America شو؟ والله بقول لكم يا اولاد القحبه، انتوا اجيت طريتوا كل الهنود الحمر، ابدتوهم اباده كامله، ولسه بدكم الله يبارككم. يعني انت لهي الدرجه وقحين؟ خلي شويه بعد نظر عندكم. يعني متى انتوا جايين على دوله كيف الله بدي يبارك God bless امريكا وانتوا ذبحتوا الناس اللي كانوا بامريكا هناك؟ فهمت كيف؟ فهاي هي رساله من عند الله، رساله من عند الله. هي بقول انه لو انا بدي ابعث أي رسالة نص مهما كان هذا النص، هذا النص لو بدي ينزل على عقل الإنسان مهما كان هذا النص، هذا النص راح يتم نكحه. مستحيل، لا يوجد نص لغوي يمكن أن يفهم بمعنى واحد، لأن الكلمة لها أكثر من معنى. أسوأ طريقة للتواصل إذا هناك تواصل يكون عبر النص اللغوي. إذا الله أراد أن يتواصل ليس باللغة وإنما يتواصل بطريقة أخرى. ف الله بيسلم عليكم جميعا، وبأكد وهاي أنا بأكد على نبوة نبينا سامي، لأنه الفلاح هو رسول نبي الأرض، وهاي نقطة لا جدال عليها، هاي نقطة لا جدال عليها. غير إذا بصير فيها جدال بصير فيها كلاشينكوف. ثاني شيء، شو هالحل اللي بيجي مع كلاشينكوف يا زلمة؟ بعدين أنت بدك على أساس إنه بدك واحد مع كلاشينكوف، ما هو موجود عندنا، ما فيش دول عربية فيش فيها واحد قاعد بدون كلاشينكوف. يعني شو بدك حل جديد؟ ما هو الحل موجود، ما احنا وخزوق موجود، ما احنا خزوق وقاعد هنا. عفوا يعني احنا فلاحين، ما هو كله هو زي القحبة قاعد زعيم في كل دول عربية مع الكلاشينكوف. سجل تحكي، إذا بتحكي الكلاشينكوف بنحط خازوق فيك.
وابو شوار بده يجيب كمان كلاشينكوف يعني وفي يجيب لك شغله ثانيه غير الكلاشينكوف. يعني شو شفت جديد يعني زينو؟ الحل اي حل اي حل الحل الصحيح والاكثر حل اسهل حل واكثر حل هو انك تحل المشكله تحل المشكله. بس جماعتنا زي ما قال العم ساهم زي القحاب ان ما بدي يحل المشكله ان بدي يتقاتلوا. فهم كيف؟ كل واحد بدي يثبت انه هو الصح. كل واحد عامل حاله ثور. فانت قاعد بين ثيران بدك تحاول تقنعهم. فلما سيني اغرف انا وياك عم ساهم نحكي لغه الثيران نقدر نقنعهم. بس اني ثيران ما صعب نقنعهم. هذا السبب حلو عنا. عم ساهم تاخذناش صار لي فتره بعيد عنك. على الصيف راح اكون تلاك بركي مريتك وسلمت عليك. تسلم. واخذت شفت البوكس تبعي. مش لسه 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 موجود ومكتوب عليه اسمك لا تخاف. المشكله المهم حبتك وسدي بس افوت عندك وشوفك. هاي نعمه شفت هاي 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 بسموها هاي محبه بدون شرط. وهاي هاي انتماء. نعم. هذا انتماء للأرض. إن إحنا... على فكرة اليوم زوجتي قالت لي وصلتك أخبار من أخونا إميل؟ قلت لها لا. فيعني حقيقة هناك تواصل بالأفكار وأنا سعيد أني سمعت صوتك. أخير إشي أنا عم بحضر الكتاب. الكتاب لخة كبيرة. إذا خلصت أبعث لك إياه. هل في إمكانية تملي مراجعة له؟ أكيد أكيد عزيز قلبي. ولحتقل الكتاب إذا رح تقولي إنه هذا الزلمة مجنون. يا مو مشكلة أنا عارفك مجنون من قبل. مش كل شيء. هاي صدقني ناس بيسألوني أنت ليش ميل هيك؟ بقول لهم نعم أنا هيك 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 أنا أهبل. أنا مبسوط على هبلي. أنتوا الناس معقدين وكل واحد عم وقفت على وش حل أنا بيعة. أنا أنا بقول أنت إهبل. بقوله حبوا له صاحب أنت إهبل. تقول أوكي إهبل شو بدك مبسوط أنا حالي. بدك هبل من عندي تأخذ. أوكي. عزيز نسلم كثير. أسلم سلم على زوجتك وعلى ميلاد. وإلى اللقاء. أوكي. إخواني إحنا نسينا السؤال الأول اللي أنا طرحته لكم. هل تقبلوا أن نغير وقت حلقة الصباح من السادسة إلى الساعة الثامنة بتوقيت باريس؟ أريد منكم ردا ولو على الشات لأنه يجب أن نأخذ هذا القرار. هناك من اشتكوا أن الساعة السادسة بكير جدا عليهم في المغرب أو في القاهرة. فهل أنتم توافقوا أن نغير الوقت من السادسة صباحا بتوقيت باريس إلى الثامنة بتوقيت باريس دائما صباحا؟ أنتظر ردكم. وإذا ما في رد أنا بأخذ القرار لوحدي. ما في مشكلة ما في مشكلة. أوكي إخواني. أبو القناع يقول أنا أوافق. شكرا أخي أبو القناع. أريد أرى الآخرين. أريد أراء الآخرين. هل أنتم توافقون؟ بعد انتهاء هذه الحلقة إذا أنا ما وجدت يعني قرار نهائي فأنا يعني غدا صباحا سنبدأ الحلقة الساعة الثامنة وليس الساعة السادسة بتوقيت. أختي لينا تقول ليس عندنا مانع. شكرا. يعني أنا ما بهمني. أنا عامة يعني الساعة السادسة نفس الشيء أو الساعة الثامنة. لكن هو شفقة بأصدقائنا المغاربة وأخواننا في القاهرة وغيره ربما الساعة السادسة بكير عليهم. هو مش مفرقة عندي نفس الشيء. أوكي إذا اتفقنا. لنقل اتفقنا أن حلقة غدا صباحا ستكون. احنا اتفقنا انه يومين في الاسبوع يكون عن اخطاء القرآن. صباحين في الاسبوع عن اخطاء القرآن. غدا صباحا. اوكي. انا انهي هذه الحلقة. من منكم يريد ان يقول كلمة مسك الختام فليتفضل.
من منكم يريد أن يقول كلمة مسك الختام فليتفضل. أختي فاطمة، شكرا على ما قلتيه. نحن آمل أن تكوني بخير، والقناة قناتك، وعندما تريدين تدخلين، لا نريد أن يعني أن تفرضي على نفسك شيء لا تتحمليه. خذي الأمور براحة، وإحنا سعيدين بتواجدك حقيقة معنا على الشات، وعندما تريدين أن تأتي إلى قناتنا فهي قناتك. أوكي إخواني، أنا أنهي هذه الحلقة. مسك الختام، ونتمنى لكم وقتا سعيدا. ومن يعني تضايق من كلمة أولاد كحبات، أعتذر، أنا لم أجد كلمة أفضل من هذا الوصف. وأخي دويكات قال لي حقيقة أنه هذا وصف صحيح، فهو يتفق معي بهذا الوصف. أأمل أنه يعني يفهموا، اللي يسمعوا يفهموا. شيء مخزي، الناس يقولوا الفلسطينيين عندهم أعلى نسبة جامعات، نسبة جامعيين في العالم، واليهود يدعوا أنهم يعني أذكياء. لا هذا ولا ذاك ذكي، لا هذا ولا ذاك ذكي، وإلا لوجدوا حلا من زمان. إخواني، أتمنى لكم جميعا وقتا سعيدا، ودمتم على خير.